أخبار اليوم. برحب بالمهندس حسن عبد العزيز في حوار لبوابة أخبار اليوم. يا أهلا وسهلا. كنا حابين نعرف النهاردة الهدف المشاركة في حق في الاجتماع أو منتدى الأعمال المصري البحريني. يعني إحنا بالنسبة لنا المقاولات قلنا نشوف إيه المجال اللي عندهم، وفي إحدى شركات المقاولات وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بحرينية، وإن شاء الله يعني تبقى بداية برضو إن يبقى لنا مجال في البحرين. يعني ده اللي إحنا يعني كنا بنشوف إيه المجالات المتاحة قدامنا هناك وإيه القوانين بتاعتهم. يعني هم بيعملوا الشركات الأجنبية كأنها شركات بحرينية، فدي مسألة برضو تسهل يعني. وانت عارف احنا برضو المجالات بتاعتنا ليبيا مقفولة، السعودية ابتدت الامور يعني تخف فيها شوية، دبي الامارات انت عارف برضو يعني العملية صعبة هناك، المنافسة قطر لان بعض الشركات هناك، فقلنا نحاول نفتح في البحرين لان المنطقة اللي حوالينا انت عارف يعني ظروفها صعبة كلها، والعراق برضو كان سوق واعد لنا، ابتدت شركتنا تخش فيه لكن لسه مش بالقوه بتاعت زمان. يعني انا بكلم رئيس الغرفه البحرينيه قال لي ان اغلب استثماراتهم في السوق المصري في مجال العقارات. العقارات كاستثمار عقاري، واخد بال جنابك، وهم شركات مصريه اللي بتبني لهم هنا على فكره. يعني هم بيعملوا مشاريع استثمار عقاري، شركتنا هي اللي بتنفذ لهم الشغل هنا. فإحنا برضو يعني بنحاول نفتح مجال للشركات المصرية في البحرين على أساس يبقى لنا تواجد في كل المناطق المحيطة بينا، طالما أن يعني أغلب المناطق اللي حوالينا تعرف ظروفها صعبة. حاجة تركنا أزمة الدولار في السوق المصري مؤخرا، مدى تأثيرها على قطاع تشييد البناء؟ هو طبعا أنت عارف الهجمة الشرسة من المشروعات القومية اللي طلعت دي بتقتضي ان الشركات تطور نفسها بمعدات جديده، فطبعا شراء المعدات بيبقى عائق قصاده الدولار. وانت يمكن لو عديت على اي مشروع طرق بتعمل جديد هتلاقي معدات كلها معدات حديثه. يعني اغلب عندنا الشركات اللي بتشتغل في الطرق اغلبها يعني قبل ازمه الدولار دي جزء كبير منهم قدر ان هو يجيب معدات بمبالغ الحقيقه كبيرة. يعني في أكتر من حوالي 100-120 شركة جابوا معدات حديثة قبل الأزمة بتاعت الدولار. النهاردة العملية بقت خانقة شوية. تحدثنا عن ارتفاع المبالغ في سعر الحديد مؤخرا على قطاع تشييد البناء برضو، ايه تفسروا بيه وايه حله؟ حله ان هنضطر نقول لهم افتحوا باب الاستيراد تاني، وده طبعا يعني انت عارف حل ذو حدين، ان احنا عندنا ازمة دولار واخد بال جنابك، فطبعا مش هتأثر تطبير العملة، وفي نفس الوقت الشركات اللي عندنا برضو مفروض انها تراعي الظروف اللي فيها البلد، لان الموضوع الحل النهاردة ان هنقول يا جماعة علشان المشاريع دي تخلص في المعيد افتحوا استيراد الحديد تاني، ودوا تأثيرات للدولار في استيراد الحديد. بكل اسف ده اللي هنضطر ان احنا نطلب بيه لو الأزمة استمرت. يعني توقعات حاجة رؤيت حاجة انها تستمر الأزمة فترة شوية قدام تاني ولا تحل قريب؟ انا شايف الدولار نزل في الكام يوم الاخرين دول حوالي 50 قرش، يعني بقى بيتراوح مع 10.5 تقريبا في السوق السوداء، ومش موجود في السوق السوداء عشان تبقى عارف، واخد بالك. فبتمنى ان الاتفاقات اللي بتتعمل دي مع المستثمرين الاجانب تيسر الدولار للدولة والعملية تتفك. هي هتتفك يعني، بس بنتمنى من ربنا انها يعني تتفك بسرعة اسرع من تكلفة ارتفاع سعر الحديد مؤخرا على العقار نفسه كم في المية نقول؟ يجيب لك حوالي 10% الاسمنت؟ لا الاسمنت، شوف الاسمنت عندنا عدد مصانع كبير غير الحديد، يعني ففي بعض الشركات بتدي الاسمنت باسعار يعني ما هيش غاليه، واخد بالك. فالاسمنت انا مش حامل هم يعني. طب سعره كام الاسمنت دلوقتي والحديد كام؟ بص الـ الحديد النهارده تخطى 5000 جنيه،
الاسمنت بيتراوح من يعني متوسط تقدر تقول حوالي 600 جنيه طن. حاجة أخيرة يا فندم كان بيتكلم عنها أغلب مقولة تشديد البناء، وهي تعديل قانون المنقصات والمزايدات فيما يتعلق بالمشروعات الحكومية. اتفقنا مع وزارة المالية على تعديله، والتعديل اتعمل بس نص إنه يتعرض على البرلمان. دي حاجة. الحاجة التانية اللي هم من تعديل قانون المنقصات والمزايدات العائد المتوازي. أنا هو ده اللي يظبط الدنيا كلها. أخيرا وبعد كفاح، أنا بقى لي 4 سنين ونص أو 5 سنين متولي رئاسة الاتحاد، وضغط الحقيقة من يوم ما توليت في هذا الموضوع. أخيرا رئيس الوزراء شكل لجنة من 4 وزراء وأنا الخامس، واخد بال جنابك، لإقرار العقد المتوازي. فنبتدي نقعد ونناقشه. لسه هتحدد الجلسات قريب، بس هو السيد وزير الإسكان يعني مستعجل على إقراره، ويعني مدي تأشيرة على قرار مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء لمعاونيه في الوزارة بأنهم يعجلوا بأول جلسة. فاحنا متوقعين في خلال 10 أيام يعني تكون أول جلسة بإذن الله. إنما اللجنة التنفيذية اللي بتجهز لنا الشغل شغالة، يعني عقد كذا جلسة. يعني أهم الملاحظات اللي طلبتوها تعديلها في قانون المنقصات والمزايدات كانت بتتعلق بإيه؟ اولا انت عارف النهارده المقاول لما جه المالكه بتاخره في الشغل، مفروض ان يدوله مده. اللي بيحصل ان طبعا عقده بيخلص وما بتتمدش المده الا لما بيبعتوا الفتوى في مجلس الدوله بينتظر انها ترد. بيخلص مشروعه بيوقفوا مستحقاته وطبعه على غرام التأخير حد ما يجي الرد من المجلس ده. فدي احد البنود المهمة انها لازم تتلغي، واخد بال جنابك. عندنا برضو مقاولين الباطن يعني من حقهم ياخدوا فروق الاسعار. في بنود الحياة كتير قوي يعني هتحسن المناخ بتاع الصرف. 60 يوم وده منصوص عليه قبل كده، ومن حقنا ناخد الفايدة. تمام. يعني بعد ما التأخير يحصل يبقى الفايدة المعلنة ببنك المركزي. شكرا باشمهندس. عفوا.